غدا مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام الشمشون الكوري، الجميع يترقب هذه المباراة الصعبة على الفريقين. المنتخب الكوري يريد الحفاظ على الصدارة، أسود الرافدين يريدون خطف الفوز أو التعادل على أقل تقدير على أرضهم وبين جمهورهم، والأنظار تتجه إلى هذا الحدث الكروي. هنا استغل صانع المحتوى الشاعر إبراهيم الشبالي، استغل الحدث، ذهب في زيارة إلى بيت أيمن حسين، التقى بعائلته وأم أيمن حسين أيضا، طالبا منها الدعاء للمنتخب الوطني. ألقى الشعر على مسامعها قائلا: طبختنا العوز من مرينا بي، وكانت الخبزة تشع، والجدر آني وخوتي، ولهذا هواي ذبت له ملح. طبعا هذه القصيدة على لسان الكابتن الذي فرح العراقيين كثيرا أيمن حسين. اليوم أنا جالس مع والدته التي دائما يعني تساند أيمن بدعائها وبصلاتها وتساند كل أبناء يعني اللاعب المنتخب العراقي. فهذه القصيدة على لسان أيمن تقول إهداء إلى والدتك، تقول: طبخت إن العوز من مرينا بيه، نعم، وكانت الخبزة تشع، والجدران وأخوتي، ولهذا هواي ذبت لملح. أم طيبة، أم تشوف قيض وخلق فلاح، نعم، أم الطيب رضعنا ثديها، أيوة، تحت رجليها جلنا نهار وشجار، ما تقول لي عجل شنه اللي بديها، كان مسجد حضنها، كان مسجد حضنها نطمئن بيه، ولهذا أنا شكثر صليت بيها. أم أيمن بجاها دوم على اللي يموتون، وأنا قرأت تاريخ بجيها وشوف الدمعات اللي تامة بعينها، وشوف الدمعات اللي تامة بعينها. الله يحفظك، الله يحفظك. كعادتها والدة أيمن حسين ترفع كفها بالدعاء لابنها وفريقه قبل كل مباراة من أجل الظفر والفوز وتحقيق النتائج الطيبة، هكذا جميع الأمهات العراقيات. في حين كان لمقطع الفيديو الذي كان حاضرا فيه إبراهيم الشبالي صدى في الشارع العراقي بين من أثنى على أم أيمن حسين وطيبتها وعفويتها، وبين من أعجب بإبراهيم الشبالي والتفاتته وزيارته لهم، فكانت هناك ردود أفعال وتعليقات كتبت على منصات التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم تلك التعليقات. نبدأ التعليق الأول من الرجل الصادق. يقول الرجل الصادق في تعليقه: صح لسانك، والله يستاهل أيمن حسين، الرجل الشجاع الطيب الخلوق، ربي يحفظك أو يحفظه. هناك أيضا من همام السنجاري يقول: المعلقون يستاهلون أبو طبر الشاعر إبراهيم الشبالي من منزل أيمن حسين الذي فرح العراقيين كثيرا مع والدته الطيبة والكريمة جدا. هناك أيضا تعليق من أحمد رايس: الله يحفظه أو يحفظها لأولادها ويحفظ أولادها إلها بحق محمد وآل محمد، أم رائعة دائما، لازم الدعاء وربي يطول بعمرك. هناك أيضا تعليق من جاسم ياسين يقول: اللهم احفظ العراق وأهله من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كل الاحترام لهذه الأمة التي أنجبت هذا البطل، ربي يحفظ الجميع. تعليق آخر من أبو مصطفى الفتلاوي يقول: كركوك ولادة بالمواهب يونس محمود وأيمن حسين، ربي يحفظ أيمن وأم أيمن ويحفظ العراق من زاخو لحد الفاو. هناك أيضا مداخلة من أبو ضياء الخزعلي: لو ما حاتش هاي القصيدة أحسن لك، لا بها بداية ولا بها نهاية، شنه قول يا الله بروح والدك، اسكت أحسن لك.